هل الصور الفوتوغرافية حلال؟ وما صحة ما قاله جمع من أهل العلم في هذه المسألة، ولا سيما أنهم يقولون إن الآلة في إمكانها أن تقوم بالتصوير دون أن يبقى عندها أحد؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وشدد الوعيد فيه وعمم ذلك في جميع أنواع التصوير وبأي وسيلة، لم يستغني من ذلك شيئا. التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم النهي عن التصوير، وهو يسمى تصويرا. أما الذي يخرجه من عموم النهي لا يخصص كلام الشارع إلا بدليل من الشارع، ليس هناك دليل يخصص التصوير الفوتوغرافي من غيره، بل إن التصوير الفوتوغرافي قد يكون أشد فتنة من التصوير الرسمي باليد أو بالنحت. فالتصوير حرام بأي وسيلة كان لعموم الأحاديث، ومن استثنى شيئا من أنواع التصوير فعليه إقامة الدليل الصحيح، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصص إلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. وأما التحكم بالأقوال والتعليلات والهوى هذا أمر لا يجوز، وإنما يرخص من التصوير ما دعت إليه الضرورة، فصور التابعية ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، الصور التي تدعو إليها الضرورة. الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا حرام مع ضرورة، فإذا بلغ الأمر الضرورة جاز دفعها، وهذا من باب الرخص. أما ما عدا ذلك فالتصوير حرام بجميع أنواعه، ولا دليل مع من أحل شيئا منه. ولا وهذا وقولهم إن الآلة هي التي تصور ليس بصحيح. الآلة لا تصور إلا إذا حركت ورتبت، إنها تصور، أما بدون أن يستخدمها أحد أو يحركها أحد أو ينظمها أحد فإنها لا تصور، فهي عمل إنساني. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.